هاي يا حلوين، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد مع سوما لايف ستايل. فيديو اليوم راح احكي عن الشيء اللي اهم من الميك اب، اللي اهم من البرودكتس اللي بنشتريهم، الاهم من هدول كلياتهم هن بشرة صحية. وبشرة صحية ما بتيجي هيك بالهين، لازم مثل اي شيء بالحياة بدنا نشتغل عليها شوي، بس النتائج ان شاء الله بتكون كتير منيحة. انا من كذا سنة اجتني اكني، very severe acne، يعني حب الشباب وشي كلياته لهون لرقبتي، طلع فيه حبوب من وراء ستريس، من وراء الإجهاد، من وراء الدايت الغلط، الأكل الغلط، كل شيء كان بحياتي غلط. فكان هيك كأنه منبه لإلي لغير كتير إشياء بحياتي ولراجع كتير إشياء بحياتي. فالوش ولا جلد الوش مثله مثل التوال، هيدا التوب اللي بدنا نرسم عليه، مثلا بنعمل لوحة، بده يكون سموث، بده يكون صحي، بده يكون مشرق، بده يكون عندك الأساس المنيح لما تنزلي ميك اب بيكون تاخدي الوش على أحسن مرحلة. يعني مثلا في صبايا، وأنا كنت منهم، مهما اشتريت برودكتس، مهما نزلت ميك اب، مهما دورت على فونديشن فول كافرج ولا نزلت، بيكون النتيجة سلبية. انستد ما يكون الوش هيك منيح ومبين ناتشورال، بيكون كأنه منزلة، يعني كأنه حيط، يعني عم تصبغيه ما عم يمشي حاله أبدا. فهيدول شوية نصائح أنا جربتهم وكتير فادوني هني، يعني شوي 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 من القصة، فبيغيروا يعني بالمظهر البشرة بيك تايم. فأول شيء، وهيدا يعني شوي صعب إنه يتطبق، بس حاولي من تقليل من الستريس. الستريس بيأثر على الهرمونات اللي بتنتج الدهن بالجسم، وهيدا الدهن معظم الأحيان هو اللي بيكون السبب في ظهور حب الشباب. وآي ثينك معظمنا بنلاحظ إنه بس بنكون معصبين ولا بنمرق بظروف هيك ستريسفول بيصير الحبوب يطلعوا بالجسم وخصوصا بالوش. تاني شيء كتير مهم إنك تحافظي على وشك من الشمس باستعمال واقي اللي هو الـ SPF، لأنه أشعة الشمس بتزيد التصبغات بالوش ولا بالجسم، بترفع من probability على التجاعيد. هيدا من غير الأمراض الجلدية الكثير خطيرة، الشمس بتسلب الكولاجين من الجسم وبتأثر على الجلد إنه تكريت خلايا جديدة وصحية. again في نقطة اللي هو الدايت ولا نوتريشن، الرجيم مش بس لفقدان الوزن، بس كمان بيساعد على to have a better lifestyle، يعني تحسين من نمط الحياة. يعني إذا عندك حب الشباب حاولي تبتعدي عن كل الأكل المسبب لهدول الحبوب، مثلا الفول كريم ميلك اللي هو الحليب، الزبدة، السمنة، خصوصا إنه إحنا العرب إنه كتير بنحب نطبخ بالسمنة، مثلا لجفاف الجلد القهوة المفرطة، يعني بس كباية بالنهار كتير منيحة، ما لازم انه نشرب. وانا كنت من الناس اللي بشرب 10 او 12 كباية قهوة، فنزلتها لكباية وحدة بالنهار. نخفف كتير من الملح، ما نشرب الكهول، نخفف كتير من السكر إذا بدك، يعني إذا بتقدر تشيلي، مثلا أنا شايلة السكر من أكلي نهائيا. الصودا مثل الكوك، مثل الميرندا، مثل هيدول يعني السوداز. instead كتري من الفيتامين E وC، الأكل اللي فيه فيتامين E وC اللي هو مثل البيض، مثل السمك، مثل القطنيات، يعني الفاصوليا، البيضة، العدس، القمح، الحمضيات مثل الكيوي، مثل الحامض، مثل البرتقال، كمان البطاطس، الطماطم، الخضروات الفريش يعني الغير مطهوين، الفلفل الحلو والحار، الجرين ليفز، كل الأوراق الخضراء مثل الجرجير، مثل السبانخ، هيدول كتير غنيين وكتير بيساعدوا على to improve التكتشر تبعو للبشرة. الإسنشال فاتس
والأسيد يعني الأحماض الدهنية الأساسية اللي موجودة مثلا بالسلمون وبالتونة وكل الأسماك اللي بتعيش بالماء الباردة، كتير غنية بالأوميغا 3، زيت الزيتون، الناتس، اللوز، الجوز، الفستق، الشاي الأخضر لأنه كتير منيح وفيه مضاد للأكسدة وغني بالفيتامين A. كل الأكل الصحي بيعكس انه مش بس منيح لجوات الجسم، لما يكون الجسم منيح من جوا هيدا بيعكس لبرا وبيعطي نضارة وشباب للجلد من برا. اجان في نقطة مهمة اللي هو النوم. النوم لساعات طويلة يعني اقل شي 8 ساعات كتير منيح للجسم لانه بيقلل الستريس على جسمك وبيعكس هيدا على بشرتك، فبيقلل الستريس على البشرة وبيخفف انه بيساعد على تخفيف الهالات السوداء تحت العيون اذا ما كان طبعا السبب وراثي. بدك تعرفي انه عم تستعمل البرودكت صح، هيدي نقطة كمان جديدة. يعني مثلا اذا وشك قولي بدك تشتري برودكت لقولي سكين، اذا بشرتك جافة بدك تشتري برودكت للبشرة الجافة، بدك تاخدي منتوجات اللي خالية من الكحول لأنه الكحول يعني الغراض الكحول بينقصوا بتجفف البشرة. بدك تشتري برودكتس خالية من الفريجننس ولا من البرفيومز، بدك تشتري اويل فري برودكتس إذا كان بشرتك جافة ولا دهنية، اويل فري برودكتس أحسن لبشرة منيحة. أجان في نقطة بدك تعملي تقشير لوشك انه مرتين ثلاثة بالاسبوع كتير مهم لانه بيشيل المي الجلد الميت وبيساعد البشرة لانتاج خلايا جديدة وبيساعد البشرة على امتصاص اكتر لأي ماسك ولا كريم عم تستعمليه. نقطة كمان استعملي الماسكات البيتية الطبيعية، اول شي بيكون عندك كل شي بالبيت موجود، تاني شي بتعرفي انه كل هاي الماسكات موجودة فيها بس برودكتس طبيعية، يعني ما فيها زيادات، ما فيها قصص فيها يعني مثلا تأثر لك سلبيا على جلدة وشك، انه بتغذيها بفيتامينات مثلا ماسكات بالقهوة، ماسكات بالزيوت، ماسكات باليوغرت، ماسكات بالعسل، لأنه كليتها مكونات طبيعية وبتعرفي أنت إكزاكتلي شو عم بتنزلي فيها. نقطة كمان إنه المشي ولا الإكسرسايزين، رياضة كتير منيحة مش بس للوش ولا للجلد، لكل الجسم، بس للأسف مش كل الناس بتقدر تعمل رياضة، وعلى فكرة أنا يعني وحدة منهم. أول شيء إما بكسل، يا إما ما عندي وقت، يا إما ما مني يعني بالمود. ف the best thing لتعويض مثلا هذا الإكسرسايز إنه المشي، تمشي مثلا ساعة بالنهار، نص ساعة بالنهار. أنا بجمعهم، ما بعرف إذا هذا الشغل كتير منيح بس أنا شفتها إنه ساعدتني كتير. بجمعهم مثلا نهار السبت بروح على المول لأنه دبي كله مناطق يعني ما فيك تتمشي، ما في مناطق لا تتمشي فيها بالشارع، فبروح على المول بتمشى لي 3-4-5 ساعات إنه عم ببرم لأنه المولات شوي كبيرة. فالمشي بيساعد ولا الاكسرسايزين بيساعد على تخليص الجسم من كل الشوائب والتوكسيكس عن طريق التحرك، وبيعزز تدفق الجسم بيعزز تدفق الدم بالجسم، والدم هو اللي بنعرفه بيحمل الاكسجين والمواد الغذائيه المهمه اللي بتساعد على صحه جيده وعلى بشره جيده. فحاولي تتمشي اكثر لتتخلصي من كل السموم اللي الجسم بيكون يعني اخذها، اذا كانت من الجو، اذا كانت مثلا من الاكل، اذا كانت من البرودكتس اللي بنستعملهم. هيدول النصائح اللي أنا شاركتهم فبنصحكم فيهم، إن شاء الله تعملوهم. وما تنسوا أهم شيء تشربوا مي، أنا بشرب لترين مي فعليا. هيدا الرجيم بيغير كليا من ملمس بشرتك، من جسمك من جوا، بيغسل الكلاوي، بيغسل الكبد. فما تنسي ابدا تشربي لترين لثلاث لتر مي بالنهار لانه طبعا
الماي كتير مهمة بالحياة. بليز إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك واعملوا له شير، وبشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. رح أعمل هيك ماسكات طبيعية لتحافظي على جمال ورونق البشرة تبعك. Thank you so very much. Bye bye.